يطيب لي في البداية أن أرحب بكم جميعاً في مقر الاتحادية الوطنية لكرة القدم بمناسبة إقامة هذا الحفل الذي يمثل الانطلاقة الفعلية لتنفيذ مشروع تبروز. سيدات والسادة، لا يغيب عنا أن حرصكم على تلبية دعوتنا بحضوركم المتميز معنا اليوم في هذا الوضع الاستثنائي الذي يتسم بالتوصيات الصحية بالحد من التنقل والحركة بسبب جائحة كوفيد-19 لدليل على الأهمية البالغة التي تولونها مشكورين لهذا المشروع الطموح. ونظراً لما يتميز به هذا المشروع من بعد اجتماعي وتربوي، فإنه دون شك يكتسي أهمية قصوى بالنسبة لنا جميعاً.